أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة الاجتماعيات من كتاب الجديد في الاجتماعيات للمستوى السادس ابتدائي. إذن أحبتي الصغار، اليوم لدينا حصة التاريخ. أحسنتم. إذن عنوان الدرس، وهو الدرس الأول، منهجية عمل المؤرخ. أعيد، عنوان الدرس هو منهجية عمل المؤرخ. أحسنتم. إذن الهدف من هذا الدرس هو أتعرف منهجية المؤرخ من خلال عمليات التعريف والتفسير والتركيب. أعيد، الهدف من هذا الدرس هو أتعرف منهجية المؤرخ من خلال عمليات التعريف والتفسير والتركيب. أحسنتم أحبتي الصغار. إذن أمهد لتعلمي. بعدما تعرفت في المستوى الخامس معنى التاريخ والمؤرخ وبعض أدواته، سأتعرف في هذا الدرس منهجية عملي. إذن كما كتشوفوا معي، يعني في المستوى الخامس، يعني في السنة الماضية، تعرفتم على معنى التاريخ، وكذلك أيضا تعرفتم على معنى المؤرخ، كذلك أيضا بعض أدواته. إذن في السنة هذه وكدرس أول، ستتعرفون على منهجية عمل المؤرخ. إذن ما تعرف الأحداث التاريخية، وكيف يتم تفسيرها، كيف يتم تركيب السرد التاريخي. هذه الأسئلة كاملين غنجاوب عليهم انطلاقا من الدرس. أحسنتم. إذن صغاري، في النشاط الأول أتعرف كيف يعرف المؤرخ الأحداث التاريخية. أعيد، أتعرف كيف يعرف المؤرخ الأحداث التاريخية. إذن بعد اطلاعي على لائحة العطل السنوية، استرعى انتباهي الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء في السادس من نوفمبر من كل سنة، فتساءلت عن معنى الحدث وكيف ندرسه. أحسنتم. إذن هنا الحدث هو ذكرى المسيرة الخضراء. أحسنتم. إذن يدرس حدث المسيرة الخضراء من طرف المؤرخ باعتباره حدثا تاريخيا، ولكي نتمكن من فهم هذا الحدث، ينبغي في المرحلة الأولى تحديد زمانه ومكانه ولماذا وقع، وغيرها من العمليات التي تسمى بتعريف الأحداث. إذن تعريف الأحداث هي تحديد الزمن والمكان ولماذا وقع. أحسنتم. إذن العملية الأولى، أنطلق من الوثيقة أو الوثائق لأطرح أسئلة تمكنني من تعريف الحدث. إذن انطلاقا من هذه الوثائق هذو، غادي نفهموا معنى الحدث أكثر. أحسنتم أحبتي الصغار. إذن كما تلاحظون معي، هنا عندنا وثيقتين. الوثيقة الأولى عبارة عن صورة، ثم الوثيقة الثانية عبارة عن نص. إذن الوثيقة الأولى هي صورة المغفور له الحسن الثاني يعلن انطلاق المسيرة الخضراء من بلدية أكادير يوم 5 نوفمبر 1975. أما النص الثاني فهو مقتطف من الخطاب الملكي، خطاب الملكي طبعا، الذي ألقاه المغفور له الحسن الثاني يوم 5 نوفمبر 1975. أحسنتم. إذن نعود، هذه الصورة هذه اللي كتشوفوا قدامكم هي صورة المغفور له الحسن الثاني، وهنا كيعلن في هذه الصورة بالضبط، كيعلن عن انطلاق المسيرة الخضراء بمدينة أكادير نهار 5 نوفمبر عام 1975. أما هذا النص هذا أحبتي الصغار، أو هذه الوثيقة هذه، فهي عبارة عن نص مقتطف من الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك المغفور له الحسن الثاني من داخل القصر الملكي بمدينة أكادير. هذا هو نص الخطاب. أما هنا فهي عملية إعلان انطلاق المسيرة الخضراء. أحسنتم. إذن صغاري، كما كتشوفوا معي هذا الجدول، هذا هنا أسئلة موجهة لعمل المؤرخ، يعني هذو هما الأسئلة اللي كيعتمد عليهم المؤرخ في تعريف الأحداث. إذن من ضمنها
السؤال الأول، ما موضوع الوثيقة؟ ما زمان الحدث؟ ما مكان الحدث؟ ما الفكرة العامة لنص الوثيقة؟ ثم الخلاصة أو التركيب. إذن حنا غنديرو بحالو، غنطرحو أسئلة بحال هادوك اللي كيطرح المؤرخ باش حتى حنا نوصلو لمعنى تعريف الأحداث. إذن كما المؤرخ حتى حنا غنتدربو أتدربو على طرح أسئلة المؤرخ. إذن ما موضوع الوثيقتين واحد واثنان؟ إذن أحبتي من الأحسن أنكم هذا الجدول هذا تنقلوا في الدفتر ديالكم الخاص باش تجاوبوا فيه، وهاد البلاصة هذه كبروها شي شويكش باش تقدكم في الكتابة ديال الأجوبة ديالكم أحسنتم. إذن كما قلنا هنا غنديروا بحال المؤرخ، غنطرحوا الأسئلة بحال المؤرخ. إذن المؤرخ كيطرح أسئلة بحال ما موضوع الوثيقة، بحال هكا كيطرح المؤرخ. إذن إحنا غنقولوا ما موضوع الوثيقتين، حيت هنا عندنا وثيقتين، وثيقة واحد والوثيقة اثنان. إذن الوثيقة الواحد عبارة عن صورة والوثيقة جوج عبارة عن نص. إذن غنجاوبوا في هاد البلاصة هذه أحبتي صغار. إذن إلا رجعتوا معايا للصور هنا، هنا الصورة تتحدث عن انطلاق المسيرة الخضراء، المسيرة الخضراء. كذلك هذا النص هذا يتحدث عن المسيرة الخضراء. إذن موضوع الوثيقة واحد واثنان هو المسيرة الخضراء، نكتب المسيرة الخضراء. إذن نكتب بحال هذه الطريقة هذه أحبتي الصغار، ثم ديروا جدول. أنا كتبت هنا موضوع الوثيقة واحد واثنان على شكل هكذا أسئلة مباشرة. إذن الجواب هو المسيرة الخضراء. في هذه الخانة هذه كتبوا المسيرة الخضراء، لأنها هي الحدث التي تحدث عنها، أو الموضوع عفوا الذي يتحدث عنها الوثيقة واحد والوثيقة اثنان. إذن كما كتشوفوا معايا دابا السؤال الثاني، ما زمن الحدث؟ وهذا كيطرحوا المؤرخ. حنا غنطرحوا نفس السؤال، ما متى وقع الحدث الوارد في الوثيقتين واحد واثنان؟ يعني التاريخ ديالو، تاريخ ديال الحدث. اذا الحدث قلنا المسيره الخضراء هو الموضوع. اذا هنا قال لك متى وقع الحدث الوارد في الوثيقتين واحد واثنان. اذا وقع يوم 5 نوفمبر 1975. الوثيقه الثانيه فهي عباره عن نص، نص يعني مقتطف من الخطاب الملكي الذي ألقاه المغفور له الحسن الثاني في القصر الملكي ببلدية أكادير سنة 1975 نهار 5 نوفمبر. إذن شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون طرفا من أراضيكم، وستلمسون رمالا من رمالكم، وستقبلون ثرا من وطنكم العزيز. إذن هنا أحبتي الصغار لننتقل إلى السؤال الثاني الذي يطرحه المؤرخ، ما زمان الحدث؟ وحنا غنطرحوا تقريبا نفس السؤال، ما متى وقع الحدث؟ هو نفس السؤال، متى وقع الحدث الوارد في الوثيقتين واحد واثنان؟ إذن الحدث يعني هو المسيرة الخضراء، وقع يوم 5 نوفمبر 1975. أحسنتم. إذا نكتب هذا التاريخ هذا 5 نوفمبر 1975 بهذا الشكل هذا أحبتي الصغار. متى وقع الحدث الوارد في الوثيقتين واحد واثنان؟ كتبنا يوم 5 نوفمبر 1975 ميلادية. أحسنتم. دابا غادي نمروا للسؤال الثالث. يقول ما مكان الحدث؟ هذا كيطرحوا المؤرخ. حنا غنقولوا اين وقع الحدث الوارد في الوثيقتين، راه هو نفس السؤال، اي غير حنا كندربوا يعني نطرحوا اسئله كما كيطرح المؤرخ. اذا اين وقع الحدث الوارد في الوثيقتين؟ يعني هنا الوثيقه الصوره الاولى او الوثيقه الاولى هنا ببلدية أكادير، عفواً ببلدية أكادير. كذلك أيضاً فهذا النص المقتطف من الخطاب الملكي وقع كذلك أيضاً بالقصر الملكي ببلدية أكادير. إذا نكتب مدينة أكادير بهذا الشكل هذا. إذا ما مكان الحدث؟ كتبت أنا القصر الملكي بمدينة أكادير. إذا هذا هو الجواب، القصر الملكي بمدينة أكادير. أحسنتم.
دابا نمشيو السؤال الرابع الذي يطرحه المؤرخ، هو ما الفكرة العامة لنص الوثيقة؟ إذا عندنا احنا ما الفكرة التي يدور حولها موضوع الوثيقتين واحد واثنان؟ دابا نمروا للسؤال الرابع، ما الفكرة العامة لنص الوثيقة؟ إذا احنا غنقولوا ما الفكرة الفكرة التي يدور حولها موضوع الوثيقة واحد واثنان؟ إذا الفكرة التي يدور حولها الوثيقتين واحد واثنان هي انطلاق المسيرة الخضراء، وكفكرة كتبتها لكم هي إعلان المغفور له الملك الحسن الثاني انطلاق المسيرة الخضراء. إذا إعلان المغفور له الملك الحسن الثاني انطلاق المسيرة الخضراء. أحسنتم أحبتي الصغار. هنا عندنا ما الخلاصة أو التركيب؟ إذن هنا أصوغ فقرة تلخص ما توصلت إليه، أستحضر العناصر واحد واثنان وثلاثة وأربعة، بمعنى أن أستحضر موضوع الوثيقة ثم الزمان الحدث مكان الحدث ثم الفكرة العامة لنص الوثيقة. أحسنتم أحبتي الصغار. إذن كخلاصة أو تركيب صغار الأعزاء كتبت هذه السطور. إذن أعلن المغفور له الملك الحسن الثاني انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة يوم 5 نوفمبر من سنة 1975 داخل القصر الملكي بمدينة أكادير من أجل تحرير الصحراء المحتلة. إذن أعيد التركيب أو الخلاصة، أعلن المغفور له الملك الحسن الثاني انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة يوم 5 نوفمبر من سنة 1975 داخل القصر الملكي بمدينة أكادير من أجل تحرير الصحراء المغربية المحتلة. أحسنتم أحبتي الصغار، فالصحراء آنذاك كانت محتلة من طرف الإسبان، وهذا سيأتي ذكره في الحصص القادمة. إذن أحبتي الصغار الآن نمر إلى الصفحة 7. أثناء العمل الثانية أحول ما توصلت إليه في الخلاصة أو التركيب إلى تساؤل، لماذا نظم المغرب في من شهر من سنة حدث؟ إذن أعيد العمل الثانية، ما توصلت إليه في الخلاصة أو التركيب إلى تساؤل، لماذا نظم المغرب في علامة استفهام من شهر علامة استفهام من سنة علامة استفهام حدث من علامة استفهام. أحسنتم. إذن أطفالي الأعزاء الجواب هو لماذا نظم المغرب في 5 نهار يوم 5 من شهر نوفمبر سنة 1975 حدث المسيرة الخضراء. إذن أعيد، لماذا نظم المغرب في 5 من شهر نوفمبر سنة 1975 حدث المسيرة الخضراء؟ أحسنتم أحبتي الصغار. إذن صغار الأعزاء هكا سالت الحصة ديال اليوم، إن شاء الله نتلقاو في الحصة الماجية. وما تنسوش أحبتي الصغار تشتركوا في القناة باش هكا يوصلكم جميع الدروس في الوقت المناسب، كذلك أيضا تخليوا لي جيم وتبارتاجيو الدروس مع التلاميذ الآخرين كي تعم الفائدة. إذا دمتم في رعاية الله أطفال الصغار، إلى اللقاء إن شاء الله، الملتقى في الحصة القادمة.